أين موقع القضية اليمنية في الصراع الخليجي الخليجي؟ كيف يمكن أن تؤثر أزمة خاشقجي على الملف اليمني؟ هل سيستغل المجتمع الدولي ملف اليمن لتكثيف الضغط على المملكة؟ أهلا بكم. رياح شديدة تعصف بالمنطقة زادت من حدتها أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلده بإسطنبول. على إثر هذه القضية رفعت العديد من الدول الكبرى ومنظمات دولية وحقوقية أصواتها ضد السعودية. كثير من هذه الأصوات أدرجت الملف اليمني كأهم الملفات التي ترتكب فيها السعودية انتهاكات كبيرة. يرى البعض أن السعودية أشعلت الحرب في اليمن، تسببت في أكبر كارثة إنسانية وقتلت مئات المدنيين. يرى آخرون أن المشكلة الأكبر للسعودية المتورطة في اليمن هو إبقاؤها على الحرب دون حسم منذ 4 سنوات. وبين هذا وذاك تقع مسؤولية البلد على الحكومة الشرعية التي لم تمتلك قرارها منذ بداية الحرب وسلمت كل أوراقها للسعودية والإمارات كما يرى مراقبون. قاضي فرنسي يبدأ بالنظر في دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان بسبب الحرب في اليمن، عنوان تصدر صحيفة الإكسبريس الفرنسية التي قالت إن الدعوى رفعتها منظمة حقوقية أثناء زيارة بن سلمان إلى باريس في أبريل الماضي. يواجه النظام السعودي ضغوطا دولية إزاء حربه في اليمن والمساهمة في أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. إطالة السعودية لأمد الحرب وعدم حسمها الملف اليمني منذ 4 سنوات ضعف عليها الضغوط الدولية وأظهرها كمعرقلة للحل في اليمن لا كطرف فيه، بل إضافة لارتفاع فاتورة الضحايا المدنيين الذين تقتلهم السعودية بين حين وآخر. محمد بن سلمان الرجل الأول في المملكة وصاحب قرار الحرب في اليمن لم يعد كما هو بعد أزمة مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول. واجه الرجل خلال الأيام الماضية انتقادات كثيرة من قادة الدول الكبرى والمنظمات الحقوقية والصحافة الدولية. اهتز الرجل وبدأ أضعف من ذي قبل، فكيف سيتأثر الملف اليمني بهذه الأزمة؟ مراقبون يقولون إن استراتيجية الركون الكلي على اللجنة الخاصة السعودية لم تعد مجدية، وأن على الشرعية اليمنية وضع جميع السيناريوهات المتعلقة بمستقبل التحالف والسعي نحو تعزيز حضوره على الأرض، ومع عدا ذلك فإنه بمثابة تقديم هدية للإنقلابيين والسماح لهم باستثمار الضغوط الدولية وإظهار أنفسهم أمام العالم كمتصدر في مواجهة العبث السعودي. تبرز المسؤولية الأكبر اليوم على رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك ومن خلفه الرئيس هادي في معالجة الملفات الأبرز على الطاولة وترتيب البيت الداخلي للشرعية والسعي لاستقلال القرار الوطني المختطف. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز الصحفي أحمد شوقي. أهلا بك أستاذ أحمد. إذا ملفات كثيرة وعواصف لتمر بها هذه المنطقة العربية، نتحدث بالأساس على المملكة العربية السعودية. ما يهمنا هنا اليوم هو الملف اليمني وتأثير جديد هذه العواصف على الملف اليمني. كيف برأيك تدير المملكة العربية السعودية باعتبارها القائدة في هذا التحالف العربي الملف اليمني وسط أزماتها الأخرى؟ طبعا هو منذ بداية الحرب اليمنية وكان هناك أمل بأن تكون عاصفة الحزم، يعني الفرصة الماثلة لاستعادة الدور للقوى الإقليمية العربية في البلدان العربية المجاورة لها، وكنا نتوقع أن يتم حسم هذه الحرب بالنظر إلى القوة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية من الناحية المالية ومن الناحية التسليحية وكذلك العسكرية، فضلا عن النفوذ السياسي الدولي والإقليمي. يعني كنا نتوقع أن تحسم الحرب سريعا، ولكن طال أمد الحرب طبعا إلى الآن، نحن الآن في السنة الرابعة منها، وللأسف لم نستطع خلال هذه المرحلة أن نتجاوز المشكلات والعقبات التي تقف أمام مسألة يعني بناء دولة يمنية تساهم في يعني ضبط الأمن والاستقرار في جنوب الجزيرة العربية، وكذلك مساندة إخوانهم في دول الخليج العربي أمام التحديات والضغوط التي تمارس عليهم من القوى الطامعة في المحيط الإقليمي والدولي. خلال 4 سنوات طبعا كان هناك بكل أسف يعني
تكرار لبعض السياسات السابقة من الاعتماد على بعض الوجاهات والقوى النفوذ التقليدية، سواء كانت إقطاع عسكري أو كانوا مثلا يعني مجاميع معينة قبلية أو مناطقية أو غيرها في المعركة، وكان هذا له دور في تقويض الدولة وكذلك التدخلات التي حصلت في يعني تجريف بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية لمثلا صالح جهات معينة ليست للأسف منضوية بشكل كامل في مشروع الدولة اليمنية الموحدة على الأقل في المدى المنظور. وهذه السياسات يعني طالت أمد الحرب، ربما هناك تخوفات لدى الأخوة في السعودية والإمارات وبعض دول الخليج من مسألة الحسم السريع للحرب، سواء كان من حيث التبعية يعني المباشرة لهذا الحسم، سواء كانت على مستوى أنظمتها الداخلية أو على مستوى الكلف والفواتير التي سوف ترتفع بعد ذلك. وربما أيضا كان هناك مشكلة في، طبعا بالتأكيد هناك مشكلة في الشرعية اليمنية التي كما تحدثت أخي وجيه أنها تركت الملف برمته ولم تقم بالتقاط هذه الفرصة في تقوية حضورها كممثلة للدولة اليمنية وللسلطة الشرعية اليمنية، وبالتالي أصبحنا في حالة من الفوضى البطيئة أو البسيطة للأسف، ولم نستطع أن نتجاوز هذه المشكلة. طيب الآن يعني في سياق ما يجري من ضغوط أو استغلال ربما لملفات معينة تجري في أو متعلقة بالمملكة العربية السعودية، هناك تصريحات لدول كبرى، نتحدث عن ألمانيا مثلا، ميركل المستشارة الألمانية تقول أن صادرات الأسلحة للسعودية لا يمكن أن تتم في ظل الظروف الحالية. هناك فتح لدعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي على خلفية جرائم تحصل في اليمن. هل يعني مسألة الأسلحة، دعنا نأخذها بداية، كيف تنعكس على الملف اليمني؟ هل ستطيل أزمة اليمنية، أم مسألة إيقاف الأسلحة قد تؤثر في حسمها سريعا؟ طبعا موضوع الأسلحة كما نعلم أن الإخوة في المملكة العربية السعودية يعني لديهم ترسانة أسلحة قوية ومجهزة وحديثة إلى حد كبير، ونعرف أن صفقات السلاح هي يعني بالإضافة إلى الجانب العسكري أيضا ومسألة الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية يدخل فيها الجانب السياسي والعلاقات السياسية الدولية والمصالح المشتركة. وبالتالي مسألة إيقاف صفقات الأسلحة الهدف منه هو إشعار الإخوة في المملكة العربية السعودية بأن الدول الأوروبية ستتخذ موقفا يعني مجافيا أو غاضبا منها تجاه الأزمة الأخيرة، وهو محاولة من محاولات الضغط، ويعني قد يدخل فيها عنصر الاستغلال من قبل بعض الدول أو الأطراف للأزمة الحالية من أجل ابتزاز المملكة العربية السعودية. لكن من حيث التأثير المباشر على اليمن، التأثير المباشر هو في قضية خاشقجي نفسها والابتزاز الذي استخدم خلال الأيام الماضية ضد المملكة العربية السعودية، وكذلك تداخل الصراعات الإقليمية التي تقودها بعض الدول مثلا موازاة المملكة العربية السعودية، تداخل هذه الصراعات على خط الأزمة وبالتالي تصعيدها ضد النظام في المملكة العربية السعودية، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل ربما داخل بنية النظام، أو قد يسبب يعني بعض الاختلالات، وهذه الاختلالات بالتأكيد لن تعود بالنفع على الأزمة اليمنية، لأنه في النهاية نحن نعتقد أن الحرب على اليمن تشكل أولوية بالنسبة لنا، وحسمها أيضا يشكل أولوية بالنسبة لنا. الوضع الاقتصادي أيضا في البلد هو منهار تقريبا، وبحاجة إلى يعني دفعة قوية جدا لانتشاله مما هو فيه، وبالتالي نحن بحاجة للدعم المملكة العربية السعودية، وأي مشاكل تحتل أولوية أو أسبقية حتى ولو ظرفية على حساب المشكلة اليمنية هي تؤثر علينا سلبا لا إيجابا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ أحمد، ورحب بمن ينضم إلينا الآن دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. أهلا بك دكتور، يعني بحكم قربك من دوائر صنع القرار اليمنية، تواجدك بالسعودية أيضا، والسعودية التي تقع تحت تأثير ضغوط متتالية بسبب ربما يعني ما يقال أنه إدارة الأزمات المختلفة، كيف ترى أن هذا الأمر أثر على مسؤولية المملكة العربية كقائدة التحالف الذي تدخل لإعادة الشرعية في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى زميل الكريم ضيفكم. حقيقة الضغوط
الممارسة على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالملف اليمني ليست جديدة، هي بدأت حتى بعد إعلان عاصفة الحزم التي لو كانت المملكة رجعت فيها إلى أمم متحدة أو إلى مجلس أمن أو إلى أي من من يعنيهم شؤون الشرق الأوسط لما كان سمح لها بتشكيل التحالف العربي والتدخل باليمن، ولكانت تركت الشرعية تواجه مصيرها وتحتضر في ظل يعني اعتداء ميليشيات خارجة على القانون. طبعا يعني الآن هناك ابتزاز واضح للمملكة العربية السعودية، لكن نحن نثق بأن القضية اليمنية لا تزال هي تمثل الأولوية، والدليل أنه بالأمس اعتمد مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في كدعم للحكومة لمواجهة مرتبات المعلمين، وهذا يعني إضافة إلى القوات التي سيرها مركز الملك طيب سلمان. يعني هذا المبلغ يعني دعنا نتحدث عن هذا يعني المبلغ أستاذ دكتور فيصل، ما طبيعة هذا المبلغ؟ هل دفع هذا المبلغ شهريا على مستوى شهري أم هو مبلغ مقطوع لمرة واحدة يدفع؟ هو أعلن عن تقديم معونة بمبلغ كذا كذا لمواجهة مرتبة المعلمين. طبعا المنوط الآن بالحكومة أنها من أولوياتها تنشيط الإيرادات والموارد ومواجهة يعني بمسؤولية ذاتية، لكن نحن الآن أمام أوضاع لا شك أن المملكة ودول التحالف في مقدمتها أيضا إلى جانب الإمارات العربية المتحدة سيعملون على دعم الحكومة للتجاوز العديد أو الأزمات الملحة، يعني وقف انهيار العملة، فتح يعني انتظام عملية التعليم وهي كانت متعثرة بسبب إضراب المعلمين، وطبعا مع إن شاء الله نحن نطلع إلى أداء الحكومة الجديدة أنها ستعالج كثير من هذه القضايا بالاعتماد على الموارد والجهد الذاتي. طيب لكن أنا يعني أفهم من كلامك أن ما يدور من أزمات تعصف كما يقول كثيرون بمسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية، نحن شاهدنا كيف تمت إقالة رئيس جهاز الاستخبارات وآخرين مستشارين في الديوان الملكي أيضا، هذه المسألة واستهداف أيضا أو حديث عن دعاوى قضائية ضد ولي العهد السعودي على خلفية جرائم تعذيب في اليمن، حديث عن أن هناك صادرات أسلحة لن تصل إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي من ألمانيا على سبيل المثال، هذا الأمر برأيك لن يؤثر على إدارة الملف اليمني؟ أريد أن أقول شيء، يعني المطامع الغربية في الثروات العربية وبالذات الخليجية قديمة، يعني أنا أذكر جورج بوش أثناء رئاسته عندما ارتفعت أسعار النفط وتكون فائض نقدي لدى دول الخليج صرح أنه على دول الخليج أن يعطون هذا المبلغ، لماذا يريدونه لأنفسهم؟ هم لا يرون أن لنا حق في ثرواتنا، ودائما المملكة العربية السعودية يعني كل ذي نعمة محسود، لكن يعني إذا نظرنا للأمر من زاوية حادثة جمال خاشقجي فلا أمريكا ولا تركيا ولا قطر ولا كل الناعقين هم أولياء دم الضحية، يعني القضية الآن أمام القضاء والنائب العام هو الذي أصدر البيان الذي أعلن عن المملكة العربية السعودية وسيعالج وفقا ل يعني نهج لكن زاوية حديثي دكتور فيصل زاوية حديثي هي حول مدى الانشغال بهذه الملفات على حساب الملف اليمني، لأن هذه الملفات تأخذ بعدا أو تأخذ طبيعة مستمرة، كل فترة وأخرى هناك ملف يطرأ على الساحة والملف اليمني يبقى في إطار الهامش لا يحل بشكل جدي. ما يعني ما التأثيرات على الملف اليمني ليس بفعل انشغال المملكة أو دول التحالف، إنما تدخل الأمم المتحدة، كل ما وصلنا إلى مرحلة الحشد ظهرت لنا القضايا الإنسانية، ممرات إنسانية ويعني أو دعوة للحوار وهدنة على أساس تمهيدا يعني لتهيئة الظروف للنقاش أو الحوار، يعني الضغوط أو يعني التدخلات في الملف اليمني أو ليس يعني أو التعثر في الحسم في الملف اليمني ليس يعني مسؤولية المملكة العربية السعودية أو بسبب انشغالها، وإنما بسبب تدخلات يعني كثيرة جدا من خارج الله.
حتى وان كانت هناك تصريحات مثلا من قبل ولي العهد السعودي من يعني في السابق ان لو ارادت المملكه حسم الملف المعركه ضد الانقلابيين لفعلت، لكن هي تريد استمرار يعني اطاله هذا الملف بشكل اكبر. لا، ليس هذا الحقيقة، هذا ليس دقيقا. يعني محمد بن سلمان قال أنه لو أردنا يعني المملكة قادرة على أن تحسم القضية في أيام، لكن ستكون هناك كوارث، يعني بمعنى أنها ليست حرب بين اليمن والمملكة بالمعنى المتعارف عليه في الحروب، لا، أنت هنا تدخلت لحماية الشعب اليمني، فلا يمكن أنك تقوم بعملية اجتياح وحرب تأكل الأخضر واليابس. أنت قاعد تحاصر ميليشيات وتلاحقها وهي محتمية ومتداخلة مع السكان. يعني ولي العهد السعودي لا يقول أن المملكة، لم يقل أن المملكة تريد إطالة أمد المعركة، لكنه قال أننا قادرين على حشم المعركة، لكن ستكون هناك كارثة في كل بيت يمني وفي كل بيت سعودي، ويعني نحن نتعامل بطول نفس. هذا ما قاله محمد بن سلمان ولي عهد المملكة بالتحديد. طيب، يعني كسؤال أخير دكتور فيصل، في سياق هذه الأزمات ووجود هذه الحكومة الجديدة وأيضا تعقيدات المشهد محليا، برأيك هل نحن أمام انفراج في مسألة الملف اليمني، أم أن هناك مسلسل مستمر من عمليات يعني مثلا تناول على الصعيد السياسي، ثم الحديث عن معارك في المناطق غير المحررة بعد، ثم التطرق إلى الأزمة الاقتصادية، ونفس الملف الذي يدور منذ 4 سنوات سيستمر؟ أولا يا أخي الكريم، نحن لا نقطع أسباب الله سبحانه وتعالى، هو المدير والمدبر لهذا الكون. يعني قد تكون الرؤية أمام الجميع آفاق مسدودة أو أزمات لا يلوح بالأفق لها أي حلول، لكن نحن نعتمد على الله أولا وأخيرا، الذي لا يمكن أن يكل هذا الشعب إلى نفسه أو أن يسمح بأن يفنى الشعب اليمني جوعا وأمراضا ويعني مجازر ترتكب في حقه. النوع الحكومة الجديدة يعني صدرت لها توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بخمس قضايا ذات أولوية، وهي تمثل الأولويات الملحة في الجانب يعني فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والملف الأمني والملف الخدماتي، وإن شاء الله يعني نحن نثق بعزم يعني بنية الدكتور معين كشاب قادم ليس يعني مرتهن لأي مرحلة من مراحل الماضي، إن شاء الله سيكون عند حسن الظن إن شاء الله. أشكرك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ أحمد، سمعت ما تفضل به الأستاذ دكتور فيصل، والحديث على أن هناك 4 سنوات إلى الآن مرت ولم ينتهي، يعني لم تنتهي مسألة محاربة الانقلاب وعودة الشرعية، هل تأخذ السعودية الملف اليمني كملف طويل الأمد، أم أنها تتعامل معها كما ترى أنت كأزمة يجب حلها بأسرع وقت ممكن؟ أعتقد أن الأزمة من كان ينظر أن بإمكان السعودية أن تحسمها في أسرع وقت ممكن هو نحن، وليس كما قلت يعني لم أقول أنه الرياض. أعتقد أن السعودية حينما دخلت في الملف اليمني هي دخلت مضطرة في ظل ظروف غير طبيعية، كان هناك انهيار للدولة وصعود لجماعة ميليشاوية كهنوتية سلالية عنصرية ومرتبطة أيضا بالأجندة والمشروع الإيراني في المنطقة، وبالتالي هي دخلت على خط الأزمة بشكل غير مرتب له استراتيجيا، يعني لم يكن هناك رؤية مسبقة بحيث أنه يتم العمل على هذا الملف بشكل استراتيجي. لكن الذي حدث بعد دخول السعودية على الأزمة أن هناك أطرافا دولية كثيرة طبعا، والغرب كما هو معروف وبالذات أوروبا لديها موقف عدائي تجاه السعودية وسابق، يعني وهذه المواقف يعني لهم مبرراتهم أو لهم يعني مشاكلهم، خصوصا ما يتعلق بالرأي العام الغربي. أقول أن السعودية حينما دخلت على خط الأزمة في اليمن هناك ضغوط دولية كبيرة مورست عليها، وهناك يعني هي المملكة العربية السعودية لم تدخل على الأزمة يعني باعتبار أن دولة جارة في نهاية المطاف هي تراقب المشهد في اليمن بشكل مستمر، لكن أنت ربما تقصد عاصفة الحزم، يعني هل من الممكن أن يعني
أن تستمر مسألة حرب إلى الآن 4 سنوات بدون وجود استراتيجية من قبل التحالف؟ في الحقيقة لا أعلم إذا كان لدى القيادة السعودية استراتيجية واضحة حول الحرب، لكن الواضح أن هناك عدد من الأزمات والمشاكل التي دخلت أو ظهرت مع الحرب في اليمن، وهذه الأزمات أيضا كانت ذات طابع دولي. النظام في السعودية خصوصا مع التغييرات الأخيرة لديه أيضا مشكلة داخلية تتعلق بوجود تيار داخل المنظومة الدولة ومفاصلها في السعودية، وهو طبعا تيار الإخوان المسلمين، وبالتالي كان هناك يبدو لي هناك صعوبة في التعامل مع هذا التيار ومع يعني اختلاف التوجهات، ربما نزعة التطور أو التطوير أو التغيير داخل المملكة العربية السعودية ربما اصطدمت بهذا العائق البيروقراطي داخل المملكة، وبالتالي كان لابد من أخذ المزيد من الوقت من أجل التعامل مع الملفات الشائكة التي نتجت عن الأزمة اليمنية. ربما هذه هي النظرة، لكن أعتقد كيف أثر أنه لو هذا الملف كانت على الاستراتيجية كيف بأن يتم يعني كيف أثرت هذه المسألة على الملف في اليمن؟ ستستطيع المملكة كيف أثرت هذه المسألة أستاذ أحمد على الملف اليمني وإدارة الملف اليمني باعتبارها مسألة أساسية باعتبار أن التحالف يخوض حربا للاستعادة الشرعية في البلاد؟ طبعا هو حينما تكون لديك أنت أقصد تحولات تخوضها ولديك تحولات يعني عند جارك مثلا، أنت بحاجة أيضا أن تحافظ على الشعور بالتهديد، يجب أن يكون هناك يعني فهم لطبيعة التهديدات الموجودة في الجوار من أجل أن يتم فهم أيضا لماذا التغيير في الداخل ولماذا نحن بحاجة لأن نصبح مثلا أقوى. وبالتالي الحرب اليمنية ربما كان يمكن حسمها بشكل سريع سواء عبر عصابات من المرتزقة أو مثلا عبر يعني استراتيجية عسكرية، لا أفهم أنا في الجوانب العسكرية، لكن كان يمكن حسمها بشكل أسرع. لكن هذه الإطالة أيضا بالإضافة إلى مسائل الضغوط الدولية المتعلقة بالفاتورة فاتورة الضحايا المدنيين، أيضا هناك مسألة أن يتم إجراء تغييرات داخل بنية الدولة في المملكة العربية السعودية توافق التوجهات الجديدة خصوصا. يعني هل أفهم منك أستاذ أحمد في هذه النقطة يعني بالتحديد أن فتح ملفات كثيرة من قبل صانع القرار السعودي أثر في حسمه لمسائل مهمة مثل الأزمة ملف الحرب في اليمن؟ طبعا فتحت عليه ملفات، يعني في النهايه كما تحدثنا قبل قليل وكما تحدث الدكتور فيصل، فاتوره الحرب في اليمن والحرب في اليمن اصلا استدعت راي عام دولي ضاغط على السعوديه، خصوصا انها يعني لم تكن عاصفه الحزم بالعوده الى هيئه الامم المتحده ورضا الاطراف الدوليين الفاعلين، وبالتالي يعني حصل هناك ابتزاز. ايضا هناك نشات ازمات اخرى من هذه المعركه وكانت ستحدث، طبعا كان سيحدث اكثر من ذلك، ولكن الحرب ايضا لها ازماتها ولها مشاكلها. التحالف مع الامارات ايضا كان له يعني سياق معين، وبالتالي هذا التحالف يعني يقف امام الكثير من المشاكل وايضا الاحتياجات ربما او المصالح ما هي ابرز هذه النقاط ويجب التعامل معها. هناك اعتقد ان في سياق العلاقه مع الامارات وعلاقتها بالتحالف العربي، العلاقة مع الإمارات تعني أن هناك يعني شراكة استراتيجية أعتقد أنها بنيت بين السعودية والإمارات، وبالتالي العمل في إطار الملف اليمني حينما تعمل أنت في إطار فريق بالتأكيد أن الخطوات لابد أن تكون مدروسة ولابد أن يكون هناك اتفاق حولها، وبالتالي هذا أيضا يعني أخذ جهد وأخذ وقت أيضا في العمل وليس مع الإمارات فقط ولكن أيضا مع الشركاء الآخرين. طيب هل أثر يعني وجود الإمارات أثر سلبا على الملف اليمني أم أثر إيجابا؟ لم أفهم هذه النقطة منك. في الحقيقة لا أعلم لأنه لا أدري ما الذي تخطط له مثلا السعودية أو الإمارات أو أين نقاط الاتفاق وأين نقاط الاختلاف وأين المرحل وأين الآني في علاقتهما، وبالتالي لا أستطيع الحكم أنه طيب من خلال الممارسات مثلا على الأرض ألا يمكن أن تأخذ نوع من المؤشرات في سياق الوضع الجاري في سياق دعم الفاعلين المحليين سواء أولئك الفاعلين المرتبطين بالدولة كأحزاب سياسية أو غير المرتبطين فيها كلاعبين كسلطات أمر واقع في المناطق التي يسيطرون عليها؟
يعني هناك عنصر يمكننا القول أنه كان له يعني من قياسنا الميداني كما تتحدث، أن هناك عنصر سبب أو كان له أثر سلبي على الحرب في اليمن، وهو الأزمة الخليجية ما بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وما بين قطر ويعني تركيا أو غيرها من جهة أخرى، وموضوع ملف الإخوان. هذا أثر سلبا على الحرب اليمنية بطبيعة الحال، وأعتقد أن الأزمة الحالية هي التي هي أزمة خاشقجي قد تقود إذا استمر عنصر الابتزاز المالي إلى تسوية تتعلق بعلاقة السعودية مع تركيا مثلا في الملفات الشائكة، ومنها ملف الإخوان. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ أحمد المحلل السياسي الأستاذ علي العبسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا بك أستاذ علي. برأيك يعني في ظل وفي خضم الأحداث الجارية حاليا، يعني تحديدا الصراع الخليجي، أين هو وما هو مصير المعركة على المستوى اليمني؟ الصراع الخليجي الخليجي والأزمة حصار قطر بالتأكيد لها تأثير كبير جدا على ما يجري في اليمن وعلى الأزمة وعلى الصراع الموجود في اليمن، ولكن اتجاه هذا التأثير سواء كان إيجابيا أو سلبيا يعتمد على سلوك السياسي اليمني، على سلوك القيادة اليمنية، على سلوك جهاز الدولة اليمنية، كيف يتصرف أمام هذه الأزمة، هل يستطيع الاستفادة منها، هل يستطيع توظيفها، أم سيتركها تؤثر عليه بالسلب. بمعنى أنه هذه هناك فرص في هذه الأزمة وهناك مخاطر، ويعتمد وتعتمد نتيجة الخلاف هذا ونتائج على اليمن على مدى مهارة السياسي اليمني سواء كان الرئيس أو أجهزة الدولة الأخرى أو وزارة الخارجية أو رئيس الوزراء. للأسف الشديد ما ظهر لنا الآن حتى هذه اللحظة أن الحكومة اليمنية أو أن السياسيين اليمنيين قدموا مواقف مجانية، تضامنوا مع المملكة العربية السعودية وتخندقوا معها في معسكر معين هكذا بدون أي مقابل، اعتبروه موقف نوع من الرد الجميل الذي لا يوجد أصلا، وتضامنوا بشكل شخصي أعتقد وليس كسياسيين أو كدولة يمنية. يعني دعني أذكر لك مثلا قطر كانت مثلا تدفع ميزانية وزارة الخارجية اليمنية حوالي 50 مليون دولار سنويا كميزانية ونفقات تشغيلية للوزارة والسفارة اليمنية. عندما قاطعت الحكومة اليمنية وقطعت علاقاتها مع دولة قطر لم تكلف نفسها حتى التفاوض مع الجانب السعودي أو مع الجانب الإماراتي لتعويض هذا المبلغ، يعني قدمت موقفا مجانيا. المشكلة كسياسيين ومشكلة السياسيين اليمنيين أنهم يتعاملون بشكل شخصي لا يتعاملون بصفتهم، يعني الرئيس عبد الرب منصور هادي يتعامل بصفته عبد الرب منصور هادي أمام السعودية كشخص يرد لهم الجميل، يعني يرى المعاملة الجيدة بالنسبة له ويعتبر أنه مدين لهم بشيء ما، ولكنه هذا غير حقيقي في عالم السياسة. في عالم السياسة أنت تتعامل كرئيس دولة ليس كعبد الرب منصور هادي، لكنك أنت كرئيس الجمهورية اليمنية الذي عليك أن تبحث عن مصلحة الدولة وليس فقط مواقف شخصية هنا وهناك. فللأسف الشديد الصراع الخليجي الخليجي الذي تم كان بالإمكان أن يشكل أيضا يعني يشكل فرصة للحكومة اليمنية والقيادة اليمنية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من نوع ما. للأسف تم تفويت هذه الفرصة وقدمت مواقف مجانية أدت في النهاية إلى خسارة اليمن لأشياء كثيرة ولم يعد بالإمكان الآن تداركها. طيب الآن هناك ضغوط، يعني الضغوط لم تتوقف فيما يتعلق بمراقبة العالم لما يجري في اليمن، لكن الآن هناك ضغوط دولية تتجدد على التحالف، تحديدا السعودية كدولة قائدة لهذا التحالف في اليمن، من بينها مسألة صادرات الأسلحة للسعودية التي تتحدث عنها أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أنه لا يمكن أن تتم في هذه الظروف الحالية بما يتعلق في أزمة خاشقجي أيضا. كيف سيؤثر ذلك على الملف اليمني برأيك؟ دعنا نرى كيف تؤثر أزمة اغتيال الجمال خاشقجي على 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 السعودية، وكيف تؤثر وما هو الموقف الدولي من السعودية. السعودية من خلال هذا العمل، من خلال هذا العمل الإجرامي، فقدت مصداقية لدى العالم الخارجي، فقدت مصداقية. الآن لم يعد أحد أن يصدق الحكومة السعودية، ليس هذا فقط، يعني الآن العالم أدرك أن السعوديين قادرين وعندهم القدرة على ممارسة فظاعات وسلوكيات غير محسوبة وسلوكيات لا تمثل سلوكيات الدول ورجال الدولة بأي شكل من الأشكال. وبالتالي هذا سينعكس على الموقف في اليمن. كيف سينعكس؟ أن أي ممارسات أخرى في اليمن، قصف مدنيين أو محاصرة الحصار البحري أو الجوي، لم يعد بإمكان السعودية تبريرها
تحت أي الخطأ أو عدم القصد أو أنها ضمن متطلبات السياسة أو كذا، لأنها فقدت مصداقيتها الآن، فقدت مصداقيتها لدى العالم الآن. لم يعد أحد يصدق الحكومة السعودية ولا ما تتحدث به السعودية. وهنا تنشأ فرصة للحكومة اليمنية لتعديل الموقف السعودي وسلوك السعودي في اليمن. تستطيع أيضا من خلال هذا، دعنا لا نقول أن تضغط على الحكومة السعودية أو أن تمارس نوعا من الضغط عليها، لكن دعنا نقول أنها تعطي للسعودية فرصة لتحسين صورتها العالمية من خلال اليمن، أن تحاول إقناع الحكومة اليمنية أو السياسة اليمنية أن يحاول إقناع المملكة العربية السعودية أن بإمكانهم إصلاح صورة في العمام العالم من خلال إصلاح الوضع في اليمن، من خلال حل الأزمة والحرب في اليمن، من خلال دعم الشرعية اليمنية، من خلال إيقاف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، من خلال فك الحصار وفتح الأجواء والموانئ اليمنية وإعادتها إلى السلطة الشرعية. تستطيع الحكومة اليمنية الاستفادة من هذا الضغط من هذا الضغط الدولي ومن هذا الموقف الدولي الجديد. لكن يعني إلى الآن يعني منذ أن حدثت هذه الأزمة مؤخرا شهدنا بيانات سياسية سواء الأحزاب أو حتى الحكومة الشرعية تؤيد الموقف السياسي السعودي وتدعم المملكة بشكل عام. برأيك هل جرت هذه الأمور في مقابل أم أن المسألة مستمرة في سياق تقديم المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة والتعامل لكل طرف، يعني كل طرف سيادي بداخل الدولة اليمنية يتعامل بشكل باسم هذا الطرف أو باسم هذا المنصب الذي يشغله؟ يعني أنا كما ذكرت سابقا ومن الخبرة التي لدينا من خلال 3 سنوات ونصف من التحالف بين السعودية وليس بين الدولة اليمنية، والتحالف السعودي الآن ليس بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، التحالف بين الدولة السعودية وبين أشخاص الحكومة اليمنية. هي لا تتعامل مع الحكومة ككتلة سياسية واحدة كمؤسسة سياسية، تتعامل مع أشخاص، هي ترعى أشخاص معينين، تقدم لهم مميزات، تقدم لهم خدمات وترعاهم بشكل معين، تجزل عليهم العطاء، هي سخية جدا في التعامل مع أطراف معينة، ولكنها ليست سخية مع التعامل مع الحكومة اليمنية نفسها كحكومة كمؤسسة، ليست سخية مع التعامل مع الدولة اليمنية، هي سخية مع أشخاص. وللأسف الشديد الأشخاص هؤلاء لا أعتقد، يعني أعتقد هذا جزء من مشكلتنا في اليمن، أننا ليس لدينا نخبة سياسية بمعنى نخبة سياسية، معنا أشخاص يمارسون أو يحتلون مناصب سياسية بصفة شخصية، هو يرى أنه منصب له هو، يعني منصب هو كشخص هو يمثل كشخص هذا المنصب. ولكن طيب هل سيستمر هذا الأمر مع رئيس الوزراء الجديد برأيك أستاذ دكتور علي؟ نحن لا نستطيع أن نقول ذلك، رئيس الوزراء ما غير معروف، ليس لديه يعني لم يكن لديه مواقف سابقة حتى نستطيع أن نحكم عليها. نحن نتمنى بالتأكيد، نحن نتمنى أن يكون قادرا على التمييز بين موقفه الشخصي وعلاقته الشخصية مع أطراف في السعودية أو في الحكومة السعودية وبين موقفه كرئيس مؤسسة سيادية، مؤسسة مثل الحكومة اليمنية عليها التزامات أمام شعبها، وأن يرعى هذه الالتزامات وأن يحاول أن يصوغ العلاقات اليمنية السعودية وفق مصالح المؤسسة الحكومة اليمنية والدولة اليمنية، وليس وفق المجاملات الشخصية أو علاقة الشخصية أو نوع من يعني ماذا نقول يعني العلاقات الشخصية مع طرف معينة أو أنه يقدم له مميزات فهو يحمل نوع من الجميل ويحاول أن يرد الجميل على حساب وظيفته وعلى حساب مصالح المؤسسة بشكل كامل والدولة اليمنية. نحن لا نريد أن نستعجل، نحن نريد أن نعطيه فرصة لرئيس الوزراء، هو شاب جديد، هو شاب متحلل من كثير من العقود السياسية، متحلل كثير من الارتباطات والتحالفات السياسية السابقة، يستطيع أن يقدم شيء جديد، نحن نعمل أن يقدم شيء جديد، لديه سمعة لا بأس بها حتى الآن في ما قدمه، يعني في فترة بسيطة التي تولى فيها مسؤولية هو قدم أشياء تعتبر ضمن الظروف وضمن السياقات الزمنية والمكانية جيدة. دعنا نعطيه فرصة، دعنا نعطيه فرصة ونشاهد. نحن كمان نتأمل أن يقدم صورة مغايرة أو سلوكا مغايرا أو سياسة مغايرة لما قدمه السياسيين اليمنيين الآخرين. للأسف الشديد هذه السياسة أو السياسيين اليمنيين أو النخبة السياسية اليمنية منذ أكثر من عقدين من الزمن، منذ أكثر من 40 عاما هي تمارس السياسة بصفة شخصية، هي ترعى مصالحها الشخصية وتتعامل بشكل شخصي في تحالفاتها الداخلية والخارجية قبل أن تتعامل على أساس أنها مؤسسات. دعنا نأمل أن رئيس الوزراء سيقدم صورة مغايرة. أشكرك إذن دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. بالعودة إليك أستاذ أحمد، في سياق الملف الداخلي الآن وتعامله مع يعني التحالف بشكل عام والسعودية بشكل خاص،
الآن رئيس هادي غادر الرياض، صار في الولايات المتحدة الأمريكية من جديد بعد عملية التغيير الحكومي. لا زال نائب الرئيس ربما يتحرك بشكل أكبر على المستوى الميداني. هل سيتغير مشهد التعامل مع التحالف في سياق رئيس الوزراء الجديد من وجهة نظرك؟ أعتقد أنه خلال المرحلة الحالية ستكون القيادة السعودية مشغولة بحلحلة تداعيات الأزمة التي سببها مقتل جمال خاشقجي، وأعتقد أن الحكومة اليمنية للأسف يعني طالعها كان يعني أقل حظا في هذه الفترة، ولكن أتصور أن إذن هي فرصة أفهم منك، يعني هذا سيتيح الأمر لرئيس الوزراء للتحرك، أليس كذلك؟ لا، أعتقد أنه رئيس الوزراء لن يتوقف أو يتوانى عن استغلال أي فرصة ل يعني تغيير العلاقة بشكل أفضل لمصلحة الحكومة اليمنية، خصوصا وأنه عرف عنه أنه لديها قدر من الاستقلالية الإدارية التي يحتفظ بها ويمنع أن يتم التدخل في عمله بأي شكل سلبي، وبالتالي هو سيوظف علاقته بالمملكة العربية السعودية وبدولة الإمارات أعتقد لما فيه يعني استقلالية وحرية حركة مؤسسة مجلس الوزراء. طيب الآن يعني في سياق أيضا ما يجري بشكل عام في الملف اليمني، كذلك تداعية الملفات الدولية، هناك لاعب آخر مهم وهو الخصم في هذه الحالة، الانقلابيون. برأيك إلى أي مدى يستثمرون ما يجري لمصلحتهم؟ طبعا محور الممانعة ككل يعني وليس الانقلابيون الذي هو محور إيران في المنطقة، وكما قال حسن نصر الله قبل أيام أنهم يعني يراقبون ويتربصون بالسعودية خلال هذه الأزمة ويحاولون أن يعني يستثمروا الموقف بعد انتهاء الأزمة، لأنه الواضح أن هذه الأزمة سيتم استغلالها بشكل قوي جدا لاستنزاف المملكة العربية السعودية سواء من الناحية المالية أو من ناحية القرار السياسي وسيادتها أيضا، وبالتالي هؤلاء سوف يحاولون استثمار الفرصة، إما عقد يعني الصفقة كما قال مثلا أنه يجب أن تتخذ المملكة قرارا شجاعا بإنهاء الحرب في اليمن، أو أن يتم مثلا محاولة الضغط المزيد من الضغط في أكثر من منطقة من أجل يعني محاولة هزيمة المملكة العربية السعودية في يعني مناطق نفوذها الإقليمي. برأيك الآن خلال يعني استمرار هذه الأزمة لأكثر من 4 سنوات، ويبدو أنه ليس هناك يعني نوع من الحل الذي سينهي الملف كما يعني تشي كثير من الأمور، ما هي المخاطر في سياق الوضع الإنساني، في سياق الوضع الاقتصادي أيضا على المواطن العادي البسيط الذي لا ينشغل بكل هذه التعقيدات ولا يهتم ربما لمقتل أحد من خارج منطقته بقدر ما يهتم ب أكل عيشه اليومي؟ نعم، وهذا هو ما نريد أن نلفت الانتباه إليه، وأعتقد أن هناك فرصة الآن أخيرة أمامنا لحلحلة هذه المشاكل. أعتقد أنه نحن في حالة تدهور اقتصادي غير عادي غير مسبوق، وأعتقد أن لدينا الكثير من المشكلات الإدارية والأمنية والعسكرية وكذلك الفساد المالي والإداري والمحسوبيات، ويعني لدينا يعني ملفات كثيرة جدا ويجب أن نقف أمامها، وأعتقد أننا خلال المرحلة القادمة إذا لم نحل هذه الملفات سوف يعني نصل إلى مرحلة إما أن تنفجر ثورة قياع وبالتالي تدخل البلد في حالة فوضى كبيرة جدا وبالتالي اقتتال أهلي، وقد يؤدي ذلك إلى تفكك البلد إلى يعني قطاعات أو يعني أمهارات صغيرة أو كنتونات، أو إما أن يعني تحدث مشكلة انفجار ما داخل البلاد بالتأكيد لن تكون يعني نهاية موفقة، لكن أعتقد أن هناك فرصة أمامنا لاستدراك الوضع، وأعتقد أن الحكومة الآن برئاسة الدكتور معين بالذات برئاسة الدكتور معين عبد الملك لديها الفرصة لأن تحاول تدارك هذه المشاكل ومحاولة التخفيف من آثارها على المستوى الوطني، خصوصا وأننا الآن على حافة الانهيار الاقتصادي وكذلك يعني نعيش مشكلات كثيرة جدا نعيشها يوميا وقد تؤدي إلى مشاكل أكبر. طيب هل على المستوى العسكري هل سنشهد في الأيام المقبلة تحركا واسعا في سياق تحقيق تقدم مثلا في الحديدة، مثلا في جبهات الشمال كنهم كصعدة كجبهات أخرى أيضا تعز ربما؟
أتصور أن المملكة العربية السعودية إذا استطاعت الخروج من الجولة الأولى من هذه الأزمة التي تعيشها هذه الأيام، سيكون أمامها القليل من الوقت من أجل حسم الملف اليمني، لأنها أعتقد الآن ليست المملكة فقط، كلنا ندرك الآن أن المملكة العربية السعودية يعني للأسف تتعرض للابتزاز باستمرار، وسوف تتعرض للابتزاز أيضا في القادم القريب بسبب الملف اليمني، وبالتالي يعني عليها أن تحسم الملف اليمني والحرب اليمنية بشكل أكبر وبأسرع وقت ممكن. في سياق الحديث عن الأزمة الإنسانية كهامش لهذا الصراع، التحذيرات الأممية مستمرة من المجاعة، كذلك مستمرة في سياق الحديث عن خطر أمراض قد تعود. هناك كانت الأزمة الإعصار في محافظات محررة أيضا، كيف تنظر إلى هذه المسألة في سياق هل هي موجودة كملف ظاهر للعيان لدى المجتمع الدولي، أم أنه منظور فقط في سياق توظيفه السياسي؟ طبعا هو كل الأزمات اليمنية تم توظيفها سياسيا وتوظيفها بشكل انتهازي وبشكل كبير جدا، خصوصا مع الإدارة الأمريكية الحالية التي تحاول استثمار جميع الأزمات الإنسانية في اليمن لأهداف اقتصادية ومالية. ربما على صعيد الموقف السياسي تحاول الدول سواء في يعني أعداء السعودية في الإقليم مثلا أو الدول الغربية أو كذلك الولايات المتحدة تحاول أن تصعد خطاب سياسي أو إعلامي بإدانتها لهذه المسائل، ومحاولة مثلا تحميل المملكة والتحالف المسؤولية عن هذه الجوانب، لكنها في الحقيقة ليست عابئة وليست مهتمة بهذه الأمور، هي مهتمة بشكل أساسي بكيفية الضغط من أجل استخراج المزيد من الأموال أو الصفقات أو خوض التعاونات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المنظورة. نعم، أشكرك. إذن الصحفي أستاذ أحمد شوقي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل وكذا جميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بإذن الله بألف خير، في أمان الله.